دخوله إلى أرضية الميدان وسط هتافات وتصفيقات الجمهور الحاضر هنا بملعب ميلود هدفي. قلت أجواء رائعة جدا بملعب ميلود هدفي. سيحيي الرئيس سيد الرئيس اللاعبين وهي فرصة وفرصة تاريخية لكل اللاعبين. طبعا هذا الأمر لا يتكرر في كل مرة، لا يتكرر في كل مناسبة، هي مناسبات قليلة ومرات قليلة تحدث بالنسبة في مسار بعض اللاعبين على هذا المستوى. إذن البداية مع فريق جمعية شلف فرصة لتبادل وتقديم التحايا والتهاني بوجود هؤلاء اللاعبين فوق أرضية الميدان لتنشيط هذا العرس الكروي. طبعا لاعبي فريق جمعية شلف على خط التماس محمد الأمين على وشيش دباري، عبد الله نساخ، شمس الدين، كروم أحمد، حمراء، عبد الرحيم، بالعربي، كمال، بوسعيد، عبد القادر، مهيت سوا، إدوين، توفيق عدادي، عليان، ياسين، محمد سويبة، اللاعبين الأساسيين الذين يتلقون التحايا والحديث مع السيد رئيس الجمهورية قبل بداية هذا العرس الكروي في أجواء حميمية وطيبة للغاية. وصور التي تصلكم طبعا على قنوات التلفزيون الجزائري مباشرة من ملعب ميلود هدفي بوهران، وهران الباهية التي تحتضن هذا العرس الكروي. حكام هذه المباراة أيضا الحلوب بن ابراهيم وزرهوني عباس اكرم وتوابتي عبد المؤمن ابو زيد حمزه، بالاضافه الى اعضاء من اللجنه المركزيه للتحكيم بالاتحاديه الجزائريه لكره القدم. صور جميله ومتميزه قبل بدايه المباراه. ثم الدور على فريق شباب الوزداد الطرف الثاني في هذا النهائي باللباس الابيض. القائد بوشار سفيان يقدم اللاعبين لسيد رئيس الجمهورية. فرصة ومناسبة للاعبين لتبادل أطراف الحديث، حتى الشبان موجودين في أرضية الميدان. تبادل أطراف الحديث مع السيد الرئيس، وهي فرصة أيضا ومناسبة لتحفيز اللاعبين على تقديم مباراة تليق بمستوى وقيمة وسمعة كل فريق وأيضا قيمة هذا العرس الكروي الجزائري. ذكر بلاعبي شباب الوزداد قندوز، أليكسيس، بالخيثر، لوافي، شعيب كداد، بوشار سفيان، ربيعي ميلود، سلمي حسين، بوراس، أكرم إسحاق، بوسوف، إيوالا، وومبا ليونيل، وبعض الشبان الحاضرين. أجواء متميزة تدعو إلى الفخر والاعتزاز في هذا قلت العرس الكروي الموجه أساسا لكل الشباب الجزائري.